بصوا بقى، ممكن الراجل اللي انا هتكلم عليه دلوقتي حالا ده يبقى مطلوب منه ال 250 جنيه ولا ال 500 جنيه اللي هيشتري بيها لوازم المدرسه لابنه ولا لبنته. ممكن يبقى مطلوب منه الفلوس دي ومزنوق فيهم. لكن في الحقيقه ان الراجل اللي هكلمه دلوقتي ده ما اثرش فيه اي نوع من انواع الغلا اللي هو ممكن يكون بيتابعها او بيسمع عنها او بيتعامل معاها كل يوم. ممكن العربيه لا قدر الله، ربنا يحفظ الناس كلها، تعمل حادثه. والمسعف، وانا شاهد على 18 يوم في مستشفى العالمين، على المسعف ده قيمته ايه وبيعمل ايه، المسعف وسواء عربيه الاسعاف قيمتهم ايه وبيعملوا ايه. قيمتهم على فكره احنا بنشوفها وبنعرفها كل يوم، ومهما كانوا بياخدوا فده مش هيبقى يكفي انقاذ حياه هم بيقوموا بيها. وانا كنت شاهد بشكل مباشر، والله الناس دي ما لا بتكل ولا بتمل وفي حركه على طول، ربنا يحفظهم. بس ممكن بقى في حادثه يلاقي سواء عربيه الاسعاف ومسعف عربيه الاسعاف يلاقوا ايه؟ يلاقوا، اقول لكم، يلاقوا 1,928,800 جنيه. 1,928,800 جنيه كاش موجودين في عربيه مقلوبه. رزمه من دول تحل مشاكل السنه، لكن الحلال بين والحرام بين، والضمير كمان بيحكم اخلاق الناس وامانته. ده اللي حصل بالظبط، ده اللي حصل بالظبط على الطريق، ده اللي حصل لما الاثنين المسعف والسواق لقوا الفلوس دي على الطريق الصحراوي الغربي. الدكتور هاني فؤاد، مدير مرفق الاسعاف في محافظه سوهاج، اهلا بيك يا فندم. اولا اهلا بحضرتك يا شريف بيه، وتحياتي لحضرتك وللساده المشاهدين. التحيه واجبه ليك وللناس المحترمه اللي بيشتغلوا معاك. ربنا يخليك يا فندم، بس ده الطبيعي بتاعنا، واحنا يعني في قسم الاسعاف ان احافظ على سلامه المرضى والمصابين والمتوفين، وان احافظ على امانتهم. فطبيعي ان احنا كل يوم بنتعرض لحوادث، وطبيعي ان المتوفين معاهم امانات، وطبيعي ان المصابين معاهم امانات، واحنا ما بنفكرش في حاجه تانية خالص غير تسليم الامانات دي لاهلها ولاصحابها. هم موجودين معاك الرجاله المحترمه دي؟ الرجاله المحترمه النهارده كان الشيفت بتاعهم هيخلص الساعه 8 صباحا، وفضلنا مع بعض لحد الساعه 1 وانصرفوا طبعا متاخرين عشان نسلم الامانات دي. رجعوا مع بعض في قسم الشرطه، فرجعوا للراحه النهارده. طب ارجوك تقول لي اسمائهم وتقول لي ايه اللي حصل بالظبط من ساعه ما راحوا للبلاغ وظهرت الفلوس دي. تمام يا فندم. هو مبدئيا جالنا بلاغ لغرفه اسعاف سوهاج حوالي الساعه 6:15 صباحا بانقلاب سياره ملاكي. على الفور اتحركت سياره الاسعاف بقياده سائق علاء احمد ابراهيم ومسعف عماد رويس لبيب. بمجرد وصولهم وجدوا الاثنين اللي كانوا في السياره متوفين. طبعا بنتهز الفرصه دي لاقدم خالص التعازي لاهل المتوفين في الحادث. بقاء لله طبعا. بقاء لله طبعا. وبعد كده كلموني يا فندم في امانات معانا، فطبيعي المعهود ان احنا بنسلم الامانات دي لاسم الشرطه. لكن الامانات كانت يعني بمجرد ما فتح الشنطه المسعف وجد مبلغ مالي كبير، فكلمني فاصطحبتهم على اسم شرطه جهينه، لان الحادثه كانت على الصحراوي الغربي امام مدخل مدينه جهينه. سلمنا الجثث يا فندم لمشرحه مستشفى جهينه، وتوجهنا على الفور مباشره لاسم الشرطه. انتظرنا شوية وبعد كده عدينا الفلوس عدا ونقدا، 1,923,000 1,923,000 جنيه، يعني كان في 20 جنيه فرضاني اتحطت على الفلوس. 1,923,820. المسعف عماد؟ عماد رويس لبيب. والسائق علاء احمد ابراهيم. علاء ودول زيهم رويس، زي الالاف. عماد رويس وعلاء احمد. يا فندم، دول زيهم زي الالاف من المسافرين والسائقين اللي دايما حريصين، وده الطبيعي، ده الطبيعي. بس انا قلت بعد ما خلص الموضوع وبلغت رئاسه الهيئه
بلغت السيد رئيس هيئه الاسعاف ورئيس قطاع العمليات والتشغيل، قلت اكتب لهم بوست شكر كده على صفحتي على الفيسبوك بحيث ان احنا معاكم، واحنا ما سبناهمش لحظه. فبعد كده البوست انتشر من هنا لهنا لهنا، فلقيت مصر كلها بتشكرهم، وده الطبيعي بتاعنا وبتاعهم وبتاع الدنيا كلها. واحنا عارفين، والله احنا عارفين مرفق الاسعاف ده بناسه واهله وكل الناس اللي بيشتغلوا فيه قد ايه ناس محترمه، بس احنا يعني ارجوك يعني تبلغ تحياتنا لهم، تبلغ تحياتنا لعماد، وتبلغ تحياتنا هم توصلهم يا فندم لعلاء، والسيد الوزير امر بتكريمهم صباحا، وان شاء الله هم الصبح هيكونوا مع السيد دكتور محمد جاد رئيس هيئه الاسعاف المصريه لتكريمهم ماديا وتكريمهم بدرع هيئه الاسعاف طب المصريه هايل جداً. وشهاده تقدير هايل جدا. واحنا عرفنا بقى نعتر اهو عماد، معلش صحينا، ممكن يبقى راجع من الشيفت والاحداث الطويله كلها، بس معانا عماد. ازيك يا استاذ عماد؟ يا اهلا وسهلا بحضرتك يا استاذ شريف. عندك عيال يا عم عماد ولا لسه ما اتجوزتش؟ لا اثنين يا باشا، شنوده ومخائيل. شنوده ومخائيل عندهم كام سنه؟ شنوده يعني 10 سنين ومخائيل 7. ربنا يخليهم لك. وانت تابع مع الباشا. كل اللي بتقوله لهم عن الاخلاق وكل اللي بتقوله لهم عن الراجل المحترم انت نفذته النهارده. ربنا يخليك يا معالي الباشا. ربنا يخليك انت اللي معالي الباشا والله. انت اللي معالي الباشا. الله يخليك يا باشا. ايه الموضوع لما الموضوع يعني انا لسه كنت بتكلم دلوقتي والدكتور هاني بيقول انه ده عادي مننا. صحيح. يا باشا ده واجبنا تجاه اي حد. انا سامعك. ايوه يا باشا ده اتجاه واجبنا اتجاه اي حد ممكن نساعده. واحنا بنشكرك على انك بتقوم بواجبك. ربنا يخليك يا معالي الباشا. ربنا يخليك انت، انا لا معالي باشا ولا بتاع، انت اللي باشا زي ما بقول لك، وربنا يطرح لك البركه في عيالك دايما وتفرح بيهم. وانت طيب يا باشا. وانت بالصحه والسلامه، شكرا جزيلا يا عم عماد، شكرا جزيلا.